وبأول فقراتنا رح نروح لمساحه رح نروح للايجابيه والسلبيه. كثير نرمين عم نشوف ضمن الظروف اللي عم نعيشها وهذا الضغط اللي عم نعيشه، صار في تغييرات كثير كبيره بالمجتمع وبالمفاهيم بالقيم اللي كثير مننا تربينا عليها. صحيح رشا، وحتى مفهوم القيمة دائما نقول قيمة إيجابية أو سلبية عم تختلف بين شخص وآخر. رح نحكي أكثر عن مفهوم القيم، وأكيد نحن كلياتنا بنسعى لنغرس القيم الإيجابية بنفسنا وباللي حوالينا. رح نحكي كل هاي التفاصيل مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، اختصاص نفسي واجتماعي. صباح الخير ورمضان كريم عليك. صباح الخير. كده عم تصير بخير؟ كنتوا بألف خير يا رب. اليوم عم نحكي عن مصطلح وعن قيم، نحن هلا أكثر وقت نحن بحاجة لها لتكون بحياتنا. نحن بنعرف دائما وقت بنتعرض لظروف ممكن تأثر علينا بشكل كثير مباشر، عم تخلينا نتغير تجاه أنفسنا أول شيء وتجاه الأشخاص اللي حوالينا. خلينا هيك نحكي شو هو القيمة السلبية والقيمة الاجتماعية، كثير عم نسمعهم وعلى كل كافة المستويات. تمام. هلا اول شيء اذا بدنا احنا نحكي عن مفهوم القيمه، خلينا ناخذ له هيك تعريف مبسط ليكون واضح عند الجميع. اول شيء هو المصدر الاساسي اللي بتصدر عنه اقوالنا، افعالنا، المشاعر والاحاسيس وكل هاي الافكار والطموحات اللي هي موجوده عنه. تمام. فهي بتنعكس كقيمه. هلا اكيد في قيم سلبيه واكيد في قيم ايجابيه. القيم السلبيه مثلا مثل الخيانه، الغدر، الكذب الى اخره، اللي هي بالعموم معروفه انه هي سلبيه بغض النظر عن اختلاف النسب بيني مثلا وبين حضرتك وبين حضرتها. تمام. اما القيم الايجابيه فهي مثل التفاؤل، المحبه، العطاء الى اخره. هلا وجود القيم بحياتنا اكيد شيء كثير ضروري، واكيد منشأه الاساسي هو الاسره. والاسره هي بتشكل 7 أضعاف من العوامل الثانية يلي بتشكل القيمة، يعني اللي هي مثلا مين هي؟ اللي هي عندنا مثلا أول شيء الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، المجتمع، الأصدقاء، وفي شيء لإلنا نحن بنعلم حالنا عليه اللي هو البرمجة الذاتية، هو لا يقل أهمية عن البقية. اللي بيجي انا بصير بعطي فيه معلومات لإلي، او بقول انه مثلا بنسمع، خلينا نعطي مثال عن كل وحده مشان نقرب المفهوم بكون افضل، يعني تمام نعمل اسقاطات على الواقع. تمام. خليها تكون واقعيه اكثر. يعني مثلا بالبرمجه الذاتيه لإلي ممكن انا اكون ماشيه مثلا اقول يا الله نهار مو تمام معي، هيك انا بعرف حظي وبعرفه، مثلا كلمه حظي وبعرفه قد ايه في عنا ناس هاي الكلمه دايما بنقولها بتكررها كثير بنسمعها كثير استعداداتها بتكون سيئه علينا. تماما. بنكون عم نضحك ما قصدنا شيء، بس هي خلص برمجه ذاتيه صارت، ومثل متايل من الكلمات الكثيره اللي نحن بنعطي توكيدات لحالنا فيها، فخطيره جدا جدا لانه حتتحول باللاوعي لاعتقاد عندي وحصير صدق هذا الحكي، فعلا ما رح يطلع معي، فعلا ما رح لحق، فعلا هيك انا. فهي الإسقاطات خطيرة جدا. الشغلة الثانية الأسرة، قديش نحن بيصير عنا من خلال العائلات هيك مفاهيم كيف عم تنقلب القيمة هون، قديش بيضلوا بيحكوا عن انه مثلا الكلمة جدا هي بشعة بس انا مضطرة اقولها، انه الاقارب عقارب، قديش هيك من باب المزح بصيروا بيقولوها. تمام. طيب نحن هون كثير بنشوفها ترندات، نسفنا هون صلة رحم، وصلة الرحم ما أنا لعبة، يعني ما فيني هون أنا بقى أقصي شيء ونقي شيء، يعني ما له وجهة نظر خاصة فيني، في شيء ما بيلعب فيه، فأنا أحيانا ممكن أكون متضايقة من كثير من قرايبيني، بس في شيء بخليني إني روح ولو في وجع بقلبي أعمل شيء اسمه صلة رحم، لأنه هذا واجب علي، ولا وأضغط على حالي لتكون بمحبة، يعني ما بيمنع إنه أنا أحمل معي بإيدي شيء بقدر عليه حسب استطاعتي لساوي ود وألفة قدر الإمكان. هذا الحكي هلا ممكن غيرنا يفكروا انه هو حكي مثالي، لا، لانه معظم العائلات هي عم تعاني من اختلافات يعني بين الوسط العائلي الكامل، فانا مو معقول كل حدا بيأذيني او بيضايقني اقصيه او همشه، لا اكيد لا، لانه هم مثل ما حكينا ما في لعبه بصله الرحم، لو هو صديق خارجي انا فيني استغني عنه ما بدي اياه، لا باذيه ولا بضره، اما هون لا في واجب بدي اعمله. اضافه للاصدقاء اللي هو ضروري اني انا اختار شريحه معينه، انه هذا خياري بالاصدقاء، بصير مثلا مجموعه من الرفقات بيوضحوا لي انه مثلا انت كشب او كصبيه لازم تكون مثلا مثل الذئب، ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب مثلا. هذا المثل جدا خطير، عم يعطي شريحه اصدقاء انه انا بدي رسي شيء اسمه قانون الغاب بحياتي، وهذا الشيء كمان ما غايه تبرر الوسيله. تماما تماما.
هلا بنجي كمان للمجتمع بعاداته بتقاليده بقصصه، مثلا خلينا او دور العباده، مثلا اذا انا هلا بما انه شهر فضيل وفي عنا صلاه التراويح اللي عم بتصير، قد في اطفال صغيره صح. عم بتروح على الجامع وعم تتقلع صراحه تمام، لانه من الضوجه من العياط من الكذا. هلا نحن بدنا نحاول نحتوي هدول الاطفال، لانه نحن لما بنخليهم ما يرجعوا مره ثانيه نسفنا عندهم قيمه، يعني بدها شوية صبر. امبارح أنا شفت صورة بس ما عم بتذكر لأي دولة، إنه هو نفسه إمام الجامع عم يعمل قطار للأطفال بنهاية كتير اللقطة حلوة كانت تدريب ولطيفة، يعني تدريب. تدريب بسيط، بالإضافة لوسائل الإعلام يلي هي برمضان عم يكون في موسم كتير كبير من كم من المسلسلات والبرامج الكبيرة، يلي طبعا أنا كتربوية ضد أكيد. الشيء اللي عم نشوفه عم يخلي القيمة تنقلب كيف، يعني احد المسلسلات مثلا اللي نحن عم نشاهدها عم في تفاصيل عم تنبس خطيره جدا على اليافعين اذا شافوها او على الكبار بدون توعيه. الشخص الواعي اللي بيقدر يوازن انه انا عم شوف وبكل اللحظه هو واعي، غير الشخص اللي عم يتلقى، يعني مثلا مثل تسريب قصص عن بيوت الدعارة، مثل أنه أنا ورجي أنه المساكنة أمر طبيعي، مثل غيره وغيره من القيم، فكلياتها عم تؤدي لكسر قيم. إحنا اليوم ما فينا نحط حواجز على السوشيال ميديا وعلى المحتوى اللي عم بيبثه، اليوم مفروض الأهل هنن يكونوا تماماً موجودين وعلى دراية. اليوم أنا ابني شو عم يشوف شو عم يفتح، حتى لو كان بعمر مو بمرحلة الطفولة، فهون التعويل الأول على الأهل تماماً. بس في واجب مجتمعي بيجمعنا كلياتنا، أنه حلو نفس القصص نضوي عليها بس نعطي حلول، لأنه بالنهاية الشخص الإيجابي اللي كنا عم نحكي عنه بالأول، السلبية والإيجابية، هو الشخص المتفاعل يلي دائما بشوف لو في مشاكل أنا قادر حلها أم وبيعطي بدائل. أما الشخص السلبي فهو الشخص اللي هو دائما شخص غير قادر أنه يعطي حل، دائما بشوف الحل مشكلة. هذا بالعموم تمام، يعني هيك أساسيات نحن أخذنا القيم من خلالها تمام، للتعريف وللفرق بين القيم السلبية والقيم الإيجابية. حتى حكينا عن منشأ هي القيم ووصلنا للعنوان العريض تبع الفقرة، عم نحكي كنا هي القيم متبدلة عم بتكون بالمجتمع، مثلا الطيبة هلا صارت للأسف بنعتبر انه ضعف عم تعتبر، او مثلا انا لازم اكون اناني. هي القيمة بالمفروض هي تكون سلبية، ولكن تعزيزها عم نروح انه لا خلينا نعززها لتصير شيء ايجابي. شو السبب اللي عم يكون باختلاف هي القيم؟ اختلاف المكان اللي انغرست فيه، يعني مثلا في بيوت او اسر لانه الاسره هي سبع اضعاف، يعني بتساهم بانه تزرع القيمه سبع اضعاف من بقيه الوسائل اللي حكينا عنها. لما انا بروح بعزز القيمه هي، طريقه تعزيزي لها كيف كانت؟ طبعا نحن بنعرف انه القيمه لها ثلاث مراحل، يعني نحن اول شيء بنبلش نغرزها، بعدين بنعززها، بعدين بنوصل لمرحله اسمها التفاعل. وهذا كفيديو قصير فيهم الاهالي يعملوا بحث ويطلع لهم تربوي اسمه جاسم المطوع يحكي بتفاصيل التفاصيل لتوصلهم بشكل أوسع، مشان أنا ما ضيع كل الوقت بمعلومة واحدة معينة. الفكرة هون أنه أنا كأم مثلا بوصل لأولادي الفكرة تبع القيمة هاي أو بغرزها عندهم على أنه ضعف، بينما الأم الثانية بتغرزها عندهم على أساس أنه أنتوا لازم يكون في عندكم رقة وحنان وطيبة، بس هي محدودة، يعني هي في إلى حد معين، هي ما لها مفرطة وما لها متاحة للجميع. أنا بوظفها وقت اللي بدي وما بوظفها وقت اللي بدي، فهون الفرق بطريقة الغرس يلي حضرتك السؤال تبعك جدا عميق، بخلينا نشوف شيء هلأ نحن ما كنا بدنا نحكي فيه بس هو ضروري، اللي هو رحلة القيم. الرحلة بتبلش من وين؟ من وعينا نحن للفكرة، يعني أول شيء أنا مثلا بلش بإني أنا أعرف هذا الشيء اللي أنا بديه، مثل القيمة مثلا أنت اللي عم تقولي الطيبة تمام؟ أنا بعرف هذا المفهوم، ممكن المفهوم لإلي يكون غير المفهوم لإلك، لأنه أنا بالأساس التعريف من عندي ما لي أخذته كأكاديميا، فأنا لازم أبحث بالموضوع حتى اعرف التعريف الصحيح لحتى اعرف شو عم بغرس بابني. هي اول شغله. ثاني شغله هلا هون اول شيء تعرفنا على القيمه، بعدين بنبلش بشيء اسمه الاستدلال الفلسفي. الاستدلال الفلسفي اللي هو انا بقول انه انا اذا كنت طيبه انه شو بيصير، واذا ما كنت طيبه وامتى لازم فعل هي لازم مع مين، والشروط كلياتها والقصص. نوصل لمرحله ثالثه اللي هي الاجراء، انه انا لازم فعل هذا الشيء ضمن موقف. فانا صار معي هلا موقف، اي انا بدي هون بدي اكون طيبه، لازم فعل هذا الشيء. طيب بعدها بيتحول لانه يكون عندي شيء مثل
القوانين الحماية. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا أنت اقتنعت بهي الفكرة، حبيتها، وصلت القيمة بشكل مظبوط، هلأ بتعاير أنه أنا فيني حولها لقانون بحياتي أو لا؟ طيب أوكي، هون شو بصير؟ بتتفق مع أهوائي أو لا؟ والله ما بتتفق. أنا مقتنع أنه القيمة مظبوطة بس أنا ما بتطبق. هي بتطبق دكتورة، تمام. هون لا، كقانون انت عم تتعرضي لمجتمع مختلف بوجهات النظر. لا، عم بحكي على الاختلاف بين الاثنين، انه انا وصلت لاني انا بدي اطبقها، لانه هي بتتحول اخر الشيء لما بتثبت، بتتحول لمبدا بالمرحله الثالثه. بس لما بنوصل لاجراءات الحمايه شو بيصير؟ انا هي القصه متفقه مع اهوائي ولا لا، هي مزبوطه، هي القيمه مزبوطه، بس انا ما بدي اطبق او بدي اطبق. هون بقى الخيار لنا نحن، اللي مين اشتغلوا مثل ما قلتي حضرتك، الاهل اللي اسسوه واشتغلوا عليه. يعني مثلا مثل قيمه الاختلاف هون، مثل قيمه مثلا الحياء. قد ايه في ناس بتفكر الحياء هو الخجل المرضي والانزواء، وانه انا ما احكي، او ممكن ضعف شخصيه. هو مو هيك الحياء، مو هيك ابدا تعريفه. طيب ليش هلا عم تعاني كثير صبايا من قصص مثلا ضمن نحن بالشهر الفطير، الافطار بشهر رمضان؟ قد ايش في صبايا بتمثل ببيتها انه هي صايمه، او بتقوم على السحور وهي ما انا صايمه؟ فهذا الشيء كمان بينسف انه انا كاسره ما بيصير وضح انه في عندي شيء مخبى، مفترض يكون شيء طبيعي. بالعكس يتعلموا اللي حواليها، ويتعلموا الاخوات والعناصر الذكوريه الموجوده حتى لو كانت صغيره على حسب مراحلهم النمائيه، اني انا اوضح هذا المفهوم. فدائما عم يتصف هذا الجيل بانه هو وقح اذا حكى. ليش؟ لا، هي ما لها وقاحه اساسا. الحياء في وضوح. فينا نبررها اليوم انه هي شخص قوه شخصيه؟ هلا الحياء هو يتصف بالوضوح وبانه انا ما اكون عم لعب بالالفاظ، فانا عم بعطي المفهوم نفسه، بس نحن مفهومنا للحياء بشكل خاطئ. بس اليوم المجتمع ما بيتقبل هذا، اكيد ما بيتقبل، بس هي الفكره صحيحه. وعم بنروح للفظ ثاني، يعني بدل ما انه مثلا فلان او فلانه عندهم هي القوه الشخصيه، ثقه بالنفس، عم نروح لصفه ثانيه، يعني الوقاحه. تمام تمام هي بتصير لانه نحن ما عندنا وعي، وعندنا تبعيه مجتمعيه، وعي او ما عندنا ثقافه، ما عندنا ثقافه، يعني ما عندنا وعي بهدول القصص. تمام. ونحن عندنا يعني انه مثلا غيرنا هيك اوكي بننسى مثله، غيرنا هيك بننسى، بس هو المفترض انه نحن نضوي. ليش انا مع فكره الدراما بس انه تضوي بحلول وبوعي، بس تطرح الفكره والمشكله بدون حل، لانه ممكن تساهم بشيء كثير كبير. ليش؟ لانه الاطفال حسب دراسه للمعهد الصحي الامريكي للدكتور جوردن بيقول انه لعمر 18 سنه، من هن وصغار لعمر 18 سنه بيشوفوا 200 الف مشهد عنف و40 الف مشهد جريمه من خلال بس التي في. تمام. فانا قد ايه ممكن اوصل رسائل؟ هون بدي انتبه لقصة. إذا أنا وياكم هلأ بيكون الاستديو كله كتب، نقعد بنقرأ 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 كتير عن السلوكيات وعن القيم وعن كل شيء، وبنكتسب كتير أشياء. تمام. ولما منشوف على التيفي مشهد واحد فقط بما أنه سلوك، فهو اللي حنتذكره، هو اللي حينقلب عنا لشيء تفاعلي وليس الكتب. يعني كل المجلدات ما بتفيدني أبداً قدام سلوك واحد. مشان هيك مهمة الشيء اللي عم ينعرض جدا كتير كبيرة. تمام. حتى نحن إذا عم نساوي محتوى أو نحن تابعين لمؤسسات أو تابعين لأي شيء، نساهم ولو بنهضة بسيطة وتوعية بهذا الشيء، أو فيديوهات خاصة لأنها على السوشيال ميديا، يعني مو ضروري تكون أنه هي تابعة لحدا كمان. تمام. بشكل فردي. هلأ هون بدنا نضوي على نقطة اللي هي أنه طيب أوكي أنا عندي هاي القصص، من وين بدي بلش مع أولادي؟ من وين؟ انه انا مقطعه مرحله الطفوله المبكره، مقطعه فتره الغرس والتعزيز والتفاعل، وانا بدي اعمل شيء هلا. تمام. لحق. تمام. هلا اذا كنا بالمدرسه، تمام، فانا بدي بلش من وين ما كان، من المتاح. يعني ما بالمدرسه بقول والله الحق على الاهل، وبالبيت بقول والله الحق على المدرسه ما عم يساعدوني. وين في نقاط ضعف لهذا الطفل، او هي نقاط فيني ادخل فيها من خلال شخصيته بقعد بشتغل عليها؟ يعني مثال، اكيد انا كمربيه لما بكون بمدرسه، انا كشخصي انا ما عم بحترم طلابي يلي موجودين وبردد الفاظ نابيه معهم، اكيد ما راح يحترموني، فقيمه الاحترام حتسقط حتما. اما لما بشوفوني انا كسلوك
عم بحترم كل طالب وعم قدر كل طالب وعم حاول قدر الامكان، ما عم اقول بشي خيالي، قدر الامكان اني انا استوعبهم وحاكيهم وناقشهم وحاورهم، فاكيد هن حيكتسبوا هذا الشيء. والدليل تجارب غيرنا من البلدان مثل اليابان اللي هن بيقولوا للطفل استاذ، بينادوا له هو صغير، للابتسامه اول ما يفوت بفوت على وشه، اللي في حركات معينه للسؤال وللاضافه وللاعتراض، لجرس المدرسه، لقصص كثير وتفاصيل نحن قادرين نساويها، يعني ما بتمنع انه نحن ما نعملها. تمام؟ اكيد ما بتمنع. مثل ما بنحكي انه السلوك السلبي هو معدي، ايضا السلوك الايجابي هو معدي. خلينا هيك يعني نستفيد من الوقت المتبقي. دائما الانسان يعني فطرته هو مبنيه على الخير وعلى القيم الايجابيه، ولكن نتيجه ظروف الحياه او التجارب اللي مر فيها هي القيم الايجابيه بتتحور وبتتحول لقيم يمكن سلبيه او بتغير مسارها. كيف نحن فينا نحافظ على هلا القيم الايجابيه الحلوه؟ كثير كثير حلو السؤال. اول شيء بيهمني انه نحن مقومات الحضاره نحافظ على قيمه على فكره الافكار فيها بالدرجه الاولى. كيف يعني؟ مقومات الحضاره هي افكار، هي اشياء، هي اشخاص. تمام؟ لما بيجي انا بقدس الافكار مثل ما حضرتك انت من خلال سؤالك عم توحي له، فانا هون شو بيصير؟ بيصير الهدف اللي انا خلقت مشانه قادره اني وصله، قادره اني اعطي، قادره اني وسع. اما لما بقدس الاشخاص فهون حصير في عنا شيء مثل الاستبداد. لما بقدس الاشياء اللي هي عباره عن اشياء ماديه، سواء ماديه او معنويه بس هي تدخل بالمادي، فانا هون بكون عم بقلب القيمه وعم بقلب المفهوم. يعني مثال بسيط، لما هلا نحن طلاب المدارس للمدارس الخاصه عم يرجعوا يعيدوا تسجيلهم هلا للسنوات للسنه القادمه، شو عم يعملوا معظم المدارس؟ عم يعملوا اختبار للاطفال اللي هن كي جي 3. طيب شو عم تعملوا هذا اختبار له كي جي 3؟ بناء على اجتهاده رح يتم قبوله او لا. المدرسه هون شو عملت؟ قلبت المفهوم، ما عاد عنده فكره انه انا بدي طلع انسان واعي شاطر اشتغل على السلبيات اللي عنده وطور الايجابيات اللي عنده، انا بدي مصاري ببساطه. فانا قربت على الماده لاعمل له اختبار، نجح انا بنقي كل الشاطرين وبخلي مدرستي بتتصدر المتفوقين. نموذجيه تكون. تمام؟ هون انقلبت القيمة. لأنه شو؟ لأنه صارت المادة رقم واحد. هلأ أكيد نحن بحاجة المادة بحياتنا، بس لما بينقلب مفهوم مدرسة تربوية لشيء لتجارة فهون في بلاء. تمام؟ فالفكرة هون أنه نحن هي الأسس نحافظ عليها بأنه نخلي الأفكار مقدس الفكرة الحلوة مشان نقدر قدر الإمكان نكون إيجابيين بعد عن الناس اللي هي قادرة تبث دائما الطاقة السلبية والقصص السلبية واللي هي دائما شايفة كل شيء ما نظابط بالحياة. هلأ نحن بشر بالنهاية منتوجع منتألم منحكي منشكي، بس يلي دائما بهذا الرتم فنحن بغنى عن أنه نحن نكون متواجدين معه. طيب إذا كان حدا من العائلة شو منعمل؟ هون الصعوبة بقى، هون الصعوبة. كانك كنت عم تحكي أنه القيم 7 أضعافها من الأسرة، فهون وين المهرب بقى؟ قد ما فيني بعمل القصص الواجبة علي وبخلق. هلا ما في حدا ما عنده نقطة ضعف، بخلق شيء حلو من خلال نقطة الضعف اللي عند هذا الشخص، سواء كان أم أو أب أو أخ أو أخت إلى آخره. وما بالضرورة أني أنا أتواجد وقت طويل، بس بالضرورة لما حدا منهم بده يعني يلاقيني. يعني لأنه في قصص نحن ما فينا نفصل حالنا عنها، ومثل ما حكينا في بالنهايه تشريعات وفي قصص خط احمر وقيم خط احمر. يعني صله الرحم ما هي لعبه، ما هي وجهه نظر انا بحكيها وبنتناقش انا وحضراتكم فيها لنوصل لقرار فيها، لا، هي مبتوره ومنتهيه وخالصه. تمام؟ فنحن هون في عندنا واجب نحن نشتغل عليه. هلا ضروري انه انا تكون رسائلي من خلال تعزيز القيم هي مؤثره. كيف يعني؟ يعني اذا اطفال فانا ركز على موضوع مثلا بحبوا القصه. خلينا نحكي عن مراحل الاهل بهذا العمر. يعني بعمر انا قادره اليوم اتحكم اغرس الشيء اللي بدي اياه بطفلي، يعني هاي الثمره انا اليوم بدي ازرعه وانا اللي بدي اسقيها. يعني اوكي ماشي. طيب انا قادره والطفل واعي، وبس نحن بدنا نشتغل، بس بدنا نطبق. يعني انا ما رح اوصل المفهوم واقعد اتعذب معه. تمام؟ اول شيء بده يشوفني انا كأم عندي هذا السلوك، اذا ما عندي اياه بدي اجي اغرسه فيه ما رح ينغرس. تمام؟ اكيد فاقد الشيء. او في حالات قليله بس كمان ما بدي انا اخذ منها الاساس، يعني بالعموم لا.
طيب انا اوكي لما بيجي في عندي اطفال مثلا بيحبوا سرد القصص، بدخل عليهم موضوع القصه وبدخل القيمه بهي القصه. في اطفال بيحبوا الانشطه، بنشتغل بموضوع الانشطه. في اطفال بيحبوا اني احط لهم قانون صارم انه انت ما في تعمل هيك او فيك تعمل هيك، بيستجيبوا. فانا بدي ادخل من النقاط يلي هي الطفل بيشرح لي عنها. انا بشوفه مثلا عنده موهبه هي الرسم، انا فيني من الرسم خليه مثلا يرسم حدا محتاج عم بيساعد حدا مثلا صغير عم بيساعد حدا محتاج، وقل له احكي لي شيء عن هي الصوره. هي القصص كتير بسيطة بس هي كتير أساسية، لأنه بالنهاية إلى فنيات. يعني قدين إحنا بالإرشاد بيدخل عنا فن الموسيقى وفن الرسم وفن المسرح، ما في شيء بيقل أهمية عن التاني، كل حدا له مفتاح وكل حدا بيقدر فوت على شخصيته من خلاله. اللي بيهمني من كل القصص أنه أنا ما بدل المفاهيم، ما أفهم القيمة بشكل خاطئ. أنا أعمل بحث ودور أنه شو تعريف مثلا هالموضوع هذا اللي أنا بدي أشتغل على حالي فيه، ودائما باستمرار حاسب حالي. كيف يعني حاسب حالي؟ قبل ما ساوي الفعل وبعد ما ساوي الفعل. قبل أنا طيب بدي ساوي، يا ترى أنا إذا عملته شو بيصير؟ وإذا ما عملته شو بيصير؟ شو الخسارات؟ شو الإيجابيات اللي ممكن أنا أكسبها؟ وبعد ما أنا أعمله شو الأخطاء اللي طلعت معي؟ عشان أنا ما أرجع إذا مرة تانية. وشو الأشياء الإيجابية اللي بتنعاد وكتير؟ لأنه هي حتنزرع فينا بالنهاية. وكلياتنا عم نسعى سواء كنا تربويين ولا أمهات ولا أخوات ولا أي حدا أنه نطلع اللي منحبهم أحسن مننا. فإذا ما عملنا هيك فنحن بكارثة حقيقية. هون كتير مهم فكرة أنه نحن الظروف اللي بتكون بتصير بشكل مفاجئ، يعني نحن نكون راسمين خطة مثل ما حكيتي حضرتك شو ممكن يصير شو ممكن أنتج، ولكن أحياناً بصير شيء مفاجئ. أعطيني مثال. يعني مفروض نحن اليوم نكون مستعدين لهي القصة، للبدائل قصدك. للبدائل تماماً، ضروري شيء إسعافي اليوم طبعاً. وكتير مهم كمان طفلنا يعني يتدرب على هي القصة. خطة A B C ضروري. ما صار هيك في عنا شيء تاني وفي عنا شيء ثالث. القيم السلبية دائماً تكتسب بسرعة، ولكن زراعة القيم الإيجابية بدها وقت وبدها تكرار وبدها صبر. نعم، لأن المجتمع بيكون له دور توجيه تماماً، فتصير هاي المتغيرات. شكراً تصير بشكل أسرع. كل الطاقة الإيجابية الحلوة وللقيم الحلوة اللي موجودة بوجهك. شكرا لكم. شكرا لك وصباحك خير على طول حبايب قلبي. شكرا كثير لك. ميرسي كثير لك.